بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. معاكم اسلام في فيديو، هو فيديو جديد، وانا الفيديو ده انا طالع فيه اتكلم فيه يعني ارتجالا كده مش محضر له، وهو بخصوص اني استلمت درع اليوتيوب اللي هو الدرع الفضي اللي هو 100,000 مشترك. الدرع ده المفروض ان انا كنت اخده لما تم 100,000 مشترك، ولكن ما حصلش نصيب لان حصل مشكلة في القناة ان المحتوى ما كانش يعني اصلي، فانا مسحت كل الفيديوهات اللي ما كانتش اصلي، اللي هو كنت يعني نوع من انواع المونتاج، بجيب فيديوهات واعمل لها مونتاج وبعد ما اعمل فيديوهات المونتاج ارفعها تاني على القناة، فده طبعا مخالف اليوتيوب. هي كانت فيديوهات للاسلحة وكده، كان عندي حالة وفاة والدرع ده جاي لي اصلا من 3 ايام، ولكن انا ما كنتش قادر ان انا اصور ولا اعمل اي فيديو ولا حتى اعمل الفيديوهات اللي هي بتاعت نشرات الاخبار بسبب حالة الوفاة. ف يعني فتحت الدرع كده وانبسطت بيه كده شويتين، ولكن كملت العزاء. الدرع ده بفضل ربنا وبفضل حضراتكم، شكرا لكم جدا، والحمد لله يا رب ان اليوتيوب اداني جايزة زي دي. ده توثيقا للمحتوى بتاعي بقى اصلي، يعني مش محتوى منسوخ زي قبل كده، فالحمد لله. يعني نشرات الاخبار هترجع زي ما كانت واحسن من الاول، و ممكن اتكلم عن فيديوهات فيها قضايا تخص الشأن الداخلي المصري، يعني قضايا اللي هو القتل والاغتصاب والحاجات دي كلها، قضايا يعني تخص مجالي عشان انا اصلا كلية حقوق، فمجالي اللي هو القضايا وكده فمرة تانية شكرا لكم جدا، وان شاء الله انتظروا مني فيديو النهاردة فيه اهم الاخبار. بحبكم جدا وبحب تعليقاتكم وبحب حبكم ليا، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسلامي الامير